يمر الأردن بمرحلة حساسة وغير مسبوقة، فالاحتجاجات على رفع الأسعار وقانون الضريبة الدخل تحولت إلى مطالب برحيل الحكومة وحل البرلمان. العاهل الأردني عبد الله الثاني قال إنه ليس من العدل أن يتحمل المواطن وحده تداعيات الإصلاحات المالية، ودعا إلى حوار وطني شامل للوصول إلى صيغة توافقية حول مشروع قانون الضريبة. وبذلك باتت الحكومة الأردنية في سباق مع الزمن لتدارك وإيجاد حلول للأزمة تهدئ من غضب الشارع. محيط مبنى رئاسة الوزراء في العاصمة الأردنية عمان تحول إلى ساحة مواجهة بين المتظاهرين ورجال الأمن. يحتج هؤلاء منذ أيام على مشروع قانون الضرائب المعدل الذي فجر موجة مظاهرات أربكت المشهد السياسي في هذا البلد. المفاوضات بين الحكومة ونقابات المهن وصلت إلى طريق مسدود بعد إصرار الحكومة على طرح مشروع القانون أمام البرلمان، فأصبح الشارع وسيلة التعبير عن مدى الغضب الشعبي من سياسات الحكومة الاقتصادية. مطالبنا بسيطة جدا، سحب قانون ضريبة الدخل. هذا القانون الذي تغول على قوت المواطن، هذا القانون الذي سيزيد الجوع والبطالة في الأردن. احنا مش أشخاص لازم ندفع ضريبة صندوق النقد الدولي والديون اللي تحملها قاعدة الدولة على كتافنا. مجلس النواب الذي ألقت الحكومة الكرة في ملعبه اجتمع بمجلس نقابات المهن دون الوصول إلى نتيجة. المجلس انقسم على نفسه بشأن التعامل مع مشهد الشارع الملتهب، بين من يدعو إلى إقالة الحكومة ومن يدعو إلى رد القانون في جلسة استثنائية. وأمام هذا الإرباك يمسك الملك الأردني عبد الله الثاني عصا الأزمة من وسطها، فمن جهة انتقد الحكومة وطالبها بترشيد الإنفاق، ومن جهة أخرى أنحى باللوم على الاضطرابات الإقليمية في تفاقم المعاناة المالية للأردن. أما حكومة هاني الملقي فتبرر إجراءاتها بحاجتها للمال لتمويل الخدمات العامة وتقليص فاتورة ديون البلاد البالغ حجمها 37 مليار دولار، وتقول إن قانون الضرائب الجديد يستهدف فقط أصحاب الدخل المرتفع. إلا أن منتقديها يرون في هذه الإجراءات خضوعا لتوصيات صندوق النقد الدولي واستمرارا لسياسات التقشف التي تزيد من تدهور مستويات المعيشة. ينضم إلينا عبر الهاتف ليث الجبور مراسل العربي في عمان. أهلا بك ليث. ليث، عاد الأردنيون ليتجمهروا من جديد احتجاجا على قانون الضريبة، ما هي آخر المستجدات والتطورات لديك؟ يعني بالفعل في هذه اللحظات مئات المحتجين يتوافدون على منطقة الدوار الرابعة وهي التي المحاذية أمام مبنى رئاسة الوزراء، مطالبين بإقالة الحكومة ومجلس النواب تحديدا بعد أن قام يعني أن كان هناك فعلا اشتباكات وصلت إلى حد الاعتقالات ما بين المحتجين وقوات الدرك. هناك مطالبات بإسقاط الحكومة والمجلس. الأجهزة الأمنية انتشرت بكثافة في منطقة الدوار الرابع قرب رئاسة الوزراء، حاولت منع المحتجين من الوصول إليه لكنها لم تتمكن من ذلك. الاعتصام الحالي تخلله احتكاكات بين المتظاهرين والأجهزة الأمنية فدا التي منعتهم من الوصول إلى المنطقة كما قلت، وكانت قد طالبت بعدم إغلاق الطريق الرئيسي وقالت للمعتصمين إذا أردتم أن تقوموا بالتعبير عن رأيكم فعليكم الذهاب إلى إحدى المناطق الخالية وهي منطقة ترابية تحديدا. كانت هناك أحاديث عن اعتقالات بين صفوف المحتجين، تواصلت قبل قليل مع مدير عام قوات الدرك اللواء حسين الحواتمة، أكد لي أن كل من تم اعتقالهم تم الإفراج عنهم بعد ساعات، وفي هذه اللحظات قال لي لا يوجد أي معتقل في السجون. ندد المشاركون في المقابل بموقف مجلس النواب الذي وصفوه موقف ضعيف لا يرقى إلى المستوى المطلوب من الشعب، وأكدوا أن المجلس لربما أصبح اليوم يعني كأداة في يد الحكومة. بما يخص مجلس النواب، اليوم هناك 43 نائب
وجهوا رسالة إلى العاهل الأردني ناشدوه فيه بإقالة الحكومة، حكومة الملقي، على خلفية هذه الاحتجاجات الواسعة التي نشدها كل المحافظات الأردنية وليس العاصمة عمان بسبب قانون ضريبة الدخل الجديد الذي وسع شريحة المكلفين ضريبيا. يعني كما يرى مراقبون، المطلوب الآن هو امتصاص غضب الشارع حتى لا تتطور الأمور وتصل إلى منحن ومنعطف حاد لا يمكن الرجوع عنه. طيب يعني أكثر من اجتماع أكثر من اجتماع اليوم على مستوى القيادات في الأردن، أيضا اجتماع للنقابات، ما هو القرار النهائي للنقابات؟ هل سيستمرون في الإضراب يوم الأربعاء؟ نعم بالفعل، يعني بالأمس كان هناك اجتماع بين رئيس مجلس النواب ورئيس الحكومة وعدد من النقابيين، كان هذا الاجتماع لم يصل إلى نتيجة توافقية، فشل الاجتماع، لذلك مباشرة أعلن رئيس مجمع النقابات المهنية وهو الدكتور علي العبوس، أعلن أن الاحتجاجات مستمرة وأن يوم الأربعاء القادم سيكون يوم إضراب عام في الأردن، كما شهد الأردن يوم 30 من أيار أيضا إضراب عام. يعني دعيني أشير أن في هذه اللحظات تردني أخبار عاجلة أن العاهل الأردني يعني طلب في هذه اللحظات من الملقي المثول بين يديه في قصر الحسينية غدا صباحا في هذه اللحظات، وهذا يعني لربما إن دل على شيء يدل على تغيير كبير في الحكومة أو يعني رحيل هذه الحكومة بشكل كامل. طيب إذن دعا العاهل الأردني رئيس الحكومة السيد الملقي للقاء غدا صباحا. شكرا لك ليث الجبور مراسل العربي، كنت معنا من عمان. ينضم إلينا أيضا من عمان الدكتور مازن مرجي المحلل الاقتصادي، كما ينضم إلينا من عمان الدكتور أحمد سعيد نوفل المحلل السياسي. سيد أحمد سعيد نوفل، نبدأ مع ما انتهى به مراسلنا، دعوة العاهل الأردني رئيس الحكومة الأردنية للقاء غدا صباحا، ماذا يعني ذلك؟ هل سيستجيب الملك لمطالب الشارع الأردني؟ يعني حقيقة مهم جدا هذه الدعوة، لكن لماذا تأخرت إلى هذا الوقت؟ هذا كان السؤال الثاني لك. نعم أنا سبقت السؤال في الواقع، يعني لماذا علينا أن ننتظر حتى يقوم الشارع بهذا الإضراب وبهذه الانتفاضة بهذه المظاهرات التي عمت جميع أنحاء الأردن، وهذه في الواقع لأول مرة تحدث في تاريخ الأردن. طيب. أنه يعم الإضراب جميع مناطق الأردن وأيضا دكتور أحمد الشعب الأردني. أجير لك هذا السؤال، نعم. برأيك لماذا لم يستجب العاهل الأردني لدعوات المتظاهرين ودعوات النواب أيضا؟ لم يكن يعني يتوقع أن تصل الأمور إلى ما وصلت إليه بهذا الشكل، يعني كان من الممكن أن تكون بعض المستشارين قدموا له بعض المعلومات على أساس أنه ممكن أن هذه أن لا تحدث يعني أو لا تثير الرأي العام الأردني بهذا الشكل، لكن تبين أن خطورة هذه القضية، يعني لم يحدث من قبل هذا التطور الخطير في الساحة الأردنية، وهذه بالطبع قضية مهمة كان لابد أن تعالج بحكمة بالغة من قبل الحكومة الأردنية، لكن وصلت الأمور إلى ما وصلت إليه حاليا مما أدى فعلا يعني تداعيات خطيرة ممكن أن تؤثر في المستقبل على الاستقرار في الأردن. لهذا القضية عندما نتحدث على أساس أنه الحل ليس فقط يعني باستقالة الحكومة، والحل ليس فقط بالدعوة لسحب هذا القانون الضريبة الجديد، لابد أن يكون هناك تغيير جذري في الإصلاح السياسي في الأردن، لأنه نتحدث عن قضايا كثيرة تمت منذ سنوات لكن قيل الكثير في محاربة الفساد. طيب. في بالنسبة للبطالة، بالنسبة لزيادة المديونية، هذه قضايا خطيرة كل سنة عن سنة عم تزداد، وبالتالي كان لابد أن تعالج منذ سنوات، لا تصل الأمور إلى ما وصلت إليه حاليا. طيب عندما تقولون بأنه أو تتساءلون عن سبب التأخير وتعتبرون بأن ذلك لأنه يمكن لم يكن هنالك توقع أو تقدير لحجم الغضب في الشارع الأردني اليوم، مع إقالة أو حسب ما هو متوقع بعد طلب اللقاء مع الملقي، يعني ما هو المتوقع، تغيير الحكومة أم تغيير أسماء داخل الحكومة؟ وهل برأيكم هذا سيهدئ الشارع الأردني؟ باعتقادي حتى إقالة الحكومة بالكامل لن يهدئ الشارع الأردني إلا إذا سحب هذا القانون. القضية مش مرتبطة فقط بالشخص رئيس الوزراء الملقي،
وأيضا الفريق الوزاري المهتم بالاقتصاد الأردني أيضا فشل في حل المشاكل الاقتصادية في الأردن طيلة السنوات الماضية، وهذه تراكمات بالواقع. يعني ليست حكومة المركي فقط هي الملامة حاليا التي تتحمل مسؤولية، وأيضا الحكومات السابقة التي أدت تدهور الوضع الاقتصادي ووصلت إلى ما وصلت إليه حاليا. هذه المديونية التي ترتفع ووصلت إلى 37 مليار دولار، بمعنى يعني لا تتحملها هذه الحكومة فقط، لكن في نفس الوقت عندما تتحدث على أساس أنه هل إقالة الحكومة كافي لتهدئة الوضع؟ لا أعتقد، بل لابد أيضا من أيضا أن أي حكومة قادمة بسحب القانون الضريبة الجديدة من مجلس النواب. هنا أتحول للسيد مازن مرجي. سيد مازن مرجي، السيد الملقي يتعلل بعدم سحب هذا القانون بالقول أن هنالك التزامات دولية. كيف يمكن جمع بين الالتزامات الدولية وقدرة المواطن أو عدم تأثير على الحياة اليومية المعيشية للمواطن الأردني؟ يا سيدتي الكريمة، هذه علاقة يعلقون مشجب يعلقون عليه، يعني عدم تحملهم للمسؤولية. ولكن في حقيقة الأمر أن الحكومة هي المسؤولة أولا وأخيرا عن تقديم القوانين وصياغة القوانين ومن ثم الدفاع عن هذه القوانين. صندوق النقد الدولي وأعلنها صراحة أكثر من مرة بأنه هو يعطي نصائح، يعطي مؤشرات، ويعطي نوع من أنواع النصائح، ولكن هو لا يفرض على أي حكومة في العالم أن تحدد شروط معينة أو تفرض نسب معينة من الضريبة. هذا الأمر يتعلق بحكومة البلد المعني. طيب سيد مازن، دكتور مازن، بالتالي ما هي البدائل التي كان من الممكن أن تطرحها الحكومة لكي تؤمن المبلغ الذي كان من المفترض أن يتأمن من ضريبة الدخل، وهو على ما أعتقد 100 مليون دينار؟ القضية ليست قضية 100 مليون دينار، لأن هناك عجز مستمر في الموازنة السنوية لا يقل عن ربما 800 إلى مليار وربع، يتم تغطية جزء منه من خلال القروض والمنح والمساعدات، ويتم يعني فرضيا تغطية ما يتبقى من خلال فرض الضرائب والرسوم، وقد تم فرض مجموعة كبيرة من الضرائب ورفعت ضريبة المبيعات على مئات السلع، مما أدى إلى حسب رأي الحكومة إلى تحصيل ما يزيد عن 450 مليون في عام 2017 ومحاولة الحصول على 500 مليون في عام 2018. هذه 100 مليون لا داعي أن يغير القانون، قانون ضريبة الدخل بهذا الشكل، وأن يتم إقحام ويتم إدخال كل مواطن أردني من له دخل، من هو طالب، من هو متقاعد، وتجبره على تقديم إقرار ضريبي بغض النظر عن وضعه العملي أو وضعه من حيث الدخل. إذن هذا القانون جاء ليكبل يدي ورجلي المواطن، وبالتالي طيب. أنا سألتك عن البدائل دكتور مازن مرجي، ما يوجد إذا وجد داخل جيبه. دكتور مازن، أنا سألتك عن البدائل في حال سحب مشروع القانون هذا، ما هي؟ تحدثنا عن بدائل كثيرة. نعم يا ستي، بالنسبة لموضوع يجب أن نحدد الكلمة الصحيحة. كلمة سحب للقانون هي تعني أن الحكومة لا الحق، هذه الحكومة أو أي حكومة ستأتي بإعادة طرح القانون كما هو على حكومة لاحقة، أو عفوا على مجلس النواب لاحقا بعد شهر أو شهرين، وسبق هذه الحكومة أن فعلت ذات الشيء قبل 7 أشهر. إذن يجب أن يكون هناك إلغاء للقانون، سحبه وإلغاؤه، ومن ثم العمل على إيجاد دكتور مازن، لأن الوقت يداهمنا بداية باختصار. هل لك بمعنى آخر أن يكون تصاعديا؟ تفضل. نعم. يعني كنت أسألك عن البدائل بالتحديد لنختصر الوقت، ما هي البدائل
البدائل كما قلت كثيرا، من ضمنها يجب تغيير النهج الذي تقوم فيه الحكومة من نهج الجباية إلى نهج التحفيز وتخفيض الضرائب وتخفيض الفوائد، ومن ثم تحريك السيولة الموجودة في البنوك الأردنية. من جانب آخر لابد من إيجاد فرص العمل واستقطاب الاستثمار وتفعيل اتفاقيات التجارة مع الولايات المتحدة ومع الاتحاد الأوروبي ومع مجموعة الدول الأخرى، وبالتالي لابد من الاتيان بمجموعة من الخبراء والمختصين الاقتصاديين الذين يستطيعوا أن يقرروا قرارات وأن يضعوا الخطط الاستراتيجية والمرحلية التي تستطيع أن تحرك عجلة الاقتصاد وتزيد الطلب الكلي على السلع والخدمات وليس على إجراءات جبائية ورفع أسعار الفوائد التي أدت إلى الآن إلى الركود وأدت إلى هذه الاحتجاجات التي نشهدها منذ يوم الأربعاء. دكتور أحمد سعيد، هل نجا البرلمان بعد إمكانية تغيير الحكومة أو رئيسها، لأنه في مطالبات بحل البرلمان، وما وزن العامل الخارجي في أزمة الأردن؟ يعني البعض يضع القضية الآن على الوضع الخارجي، بلا شك يعني الأردن يعيش في إقليم ملتهب طبيعة الحال، لكن أنا باعتقادي أنه هذه الأزمة حتى ما قبل يعني الربيع العربي، يعني هناك في أزمة اقتصادية متراكمة في الاقتصاد الأردني، ولم يكن صانع القرار دكتور أحمد القضايا. دكتور أحمد، نعم. في مساعدات كانت تصل الأردن، اليوم لم تعد تصل بجزء كبير منها إلى الأردن، وربما يعتبر البعض بأنه ذلك مرتبط بمواقف سياسية للأردن. بلا شك أنه بعض نرى بأنه هذه نوع من الضغوطات من قبل بعض الدول العربية وحتى من قبل يعني دول مثل الولايات المتحدة للضغط على الأردن بالنسبة لصفقة القرن، مرتبط هذه القضية بصفقة القرن وضغوطات على الأردن بالنسبة لقضية القدس، قد يكون هذا عامل مهم، لكن القضية سيدتي ليست مرتبطة حاليا فقط بقضية القدس ولا قضية نقل السفارة ولا قضية صفقة القرن منذ سنوات. يعني كان المفروض الأردن أن يعني أن يأخذ بعين الاعتبار أنه من الممكن أن تتوقف في أي ضمانة أن لا يعود ويطرح إن سحب هذا القانون؟ هل هنالك أي ضمانة بأن لا يطرح مرة جديدة مستقبلا؟ يعني هل ستختلف المعايير هذه المرة في تشكيل الحكومة إن تم تغيير هذه الحكومة؟ مفروض فعلا أنه إذا جاءت حكومة جديدة أن تأخذ بعين الاعتبار عدم طرح من جديد، لأنه أنا بذكر بفترة سابقة لما كانت هناك أزمة العراق والاحتلال العراقي للكويت، حقيقة الأردن وقف مع الرئيس صدام حسين في ذلك الوقت على الرغم من أن الولايات المتحدة حليف للأردن وكانت الأردن حليف للدول العربية الأخرى، مع ذلك في حفر الباطن الأردن رفض أن يشارك بتلك الحرب ضد الدولة العربية اللي هي العراق، والأردن دفع الثمن غالي، حوصر الأردن في ذلك الوقت ومنع عنه الكثير من المساعدات، مع ذلك استجاب الملك الراحل في ذلك الوقت لرأي الشارع الأردني، وكانت الآن الشارع الأردني والشعب الأردني وقف إلى جانب صانع القرار. هذه القضية الآن مرتبطة، أيهما أهم، حل القضية بأنه بارتباط الاقتصاد الأردني بصندوق النقد الدولي ولا أيضا الاستماع لنبض الشارع الأردني؟ لأن القضية هذه شكرا لك دكتور. بانتظار ما الذي سيحمله اجتماع الغد بين العاهل الأردني ورئيس الوزراء الأردني. شكرا لك دكتور أحمد سعيد نوفل المحلل السياسي، كنت معنا من عمان، كما أشكر أيضا من عمان الدكتور مازن مرجي المحلل الاقتصادي.